هلا وشلونكم؟ هسا بهذا المقطع وصلنا لجزء الجيت داتا. بالمقطع الاخير سوينا الجيت اللي هو نجيب بي ريكورد واحد فقط من الداتابيس عن طريق الاي دي مالته، تمام؟ هسا اليوم اللي راح نسويه هو انه احنا نريد نرجع مجموعة ريكوردات، يعني مو ريكورد واحد، نرجع مجموعة ريكوردات من الداتابيس، تمام؟ على مود نعرضهم بالفرونت اند على شكل مثلا جدول، ونقدر هذا الجدول نفتر بيه ونتصفح. يعني مثلا خلينا نقول احنا عندنا البيانات بالديتابيس 1000 ريكورد، فاني اللي راح ارجعه فرضا شنو اللي راح ارجعه؟ ما راح ارجع ال1000 ريكورد كلها، وانما احتمال اني راح ارجع مجموعه بيجات، شلون ما المواقع تسوي. اذا هواي مواقع تطبون عليها راح تلقون انه اكو بيها بيج 1 بيج 2 بيج 3 بيج 4. مواقع الاي كوميرس من تصفحون المنتجات، هو الموقع مدى يحمل كل المنتجات اللي عنده اللي هي قد تقدر بالآلاف أو بالمئات، وإنما هو دا يجيب مثلا 10 منتجات 10 منتجات وهكذا. هذا المبدأ يسموه البيجينج، إنه إحنا دا نجيب الديتا كلها، تمام، على أساس بيجينج. يعني من أروح للبيج الثانية للبيج الثالثة أنا أحمل الديتا مال هاي البيج فقط. فالجيت داتا هو الاند بوينت او السيرفيس اللي حنسويه واللي راح يكون مسؤول عن انه نسلك مجموعه بيانات بوقت واحد من الداتابيس، مو فقط ريكورد واحد. طبعا جيت الداتا يدخل به هوايه تفاصيل، لانه اني يعني شلون خلينا نقول بالستراكشر الجديد مضبطه، حاط به هوايه اشياء، مستعمل به انهيرتنس، مستعمل به اكستنشن، مستعمل به لينك، مستعمل به دي تي او، مستعمل بي فاليديشنات والى اخره، مستعمل بي لينك، كلش هواي مستعمل اللينك، خاصه من نشتغل فقط بمبدا الكود فيرست، يعني انه نكتب الكود مالتنا مال السلكت كله بالابلكيشن بدون ما نكتب بروسيجر ونستدعي عن طريق الدابر او عن طريق شيء ثاني. فبدنا نشتغل احنا كود فيرست، فالجيت داتا ما راح يكون كلش بسيط، راح يكون شويه بي تعقيد. ف التعقيد مال الجيت داتا انا بهذا المقطع راح امر عليه مرور سريع، افهمكم المفاصل اللي يتكون من عندها الجيت داتا، بعد ذلك بالمقاطع الجايه ان شاء الله اوضح مفصل مفصل. بس هسه بهذا المقطع اريد اوضح لكم الصوره كلها بشكل سريع، وبعدين بالمقاطع الجايه اشرح تفصيله تفصيله على كيفي. فعندي انا هنا تطبيق اللي هو التطبيق ده اشتغل عليه طبعا بالوظيفه مالتي. هذا التطبيق هو ايضا مال فور مانجمنت سيستم. هذا التطبيق راح اشرح لكم ايضا به الجيت داتا مال الموظفين، شلون احنا هنا مثلا بالمانجمنت سيستم مالتنا اذا نسوي سيستم موظفين واقسام وما ادري شنو، بس حتى اوصل لكم الفكره. فهاي الفكره هي نفسها دا اطبقها هنا بتطبيق حقيقي دا تستخدمه الشركه، ما اعرف حاليا هو بعد ما منطلق يعني دا نشتغل عليه، ف يعني ان شاء الله نستخدمه. فهنا حوضح لكم مفاصل الجيت داتا او الاجزاء المتكونه من عندها الجيت داتا بشكل حقيقي بسيستم هو راح يطلع لايف، اوكي؟ ونفس اني هسه حطبقها لكم بعدين بالمقاطع شويه شويه. فهنا بداخل الامبلوي سيرفيس عندي سيرفيس اسمها جيت داتا، وطبعا اكيد بالامبلوي انترفيس عندي ايضا سيرفيس او تعريف اسمه جيت داتا مطابق للامبلمنتيشن اللي موجود بالسيرفيس. فهذا الانترفيس وهذاك السيرفيس وهي شرحناها. نيجي على الجيت داتا. الجيت داتا متكون من مجموعه من المقاطع. اول مقطع يتكون من عند الجيت داتا الفلتر. الفلتر شنو يمثل؟ الفلتر هو دي تي او، شلون ما اني عندي دي تي او مثلا الاوتبوت هو عباره عن دي تي او، اني ايضا عندي دي تي او نوع خاص مسميه فلتر. فكره الفلتر انه شنو اخلي بيه؟ فكره الفلتر انه اني هذا الفلتر اخلي بيه الاشياء اللي اريد ادزها بالبحث، يعني اني كل شيء موجود بالتيبل خال عليه سيرش، تمام؟ يعني شلون؟ أنا هنا دا أبحث على اليوزر نيم، أبحث على الفول نيم، أبحث على البيرث داي، على الجندر، على رقم التليفون، على رقم التليفون مال الإمرجنسي، على الأوفيشال إيميل، على المحافظة، على الزون، على الديبارتمنت، كلهن هذني أشياء ممكن أني أبحث عليهن، تمام؟ يعني أنا من دا أرجع بيانات على مود أعرضها بشكل جدول، أنا احتمال أسوي بحث على هاي البيانات وأرجع البيانات اعتمادا على البحث اللي أنا أريده.
فالفلتر هو نوع دي تي او احطه بداخله الاعمده اللي اريد ادزها للبحث. طبعا هذا اللي فوق الاعمده هو فاليديشنز، تمام؟ هذا بعدين اشرح اياكم، مو وقته هسه حاليا، نشرحه من نوصل للمودل او احتمال يعني بعدين، ما اريد اشرحه ويا الجيت داتا. فتخيلوا انه الفلتر هو دي تي او، انا احط بيه الاعمده اللي اريد ادزها بالبحث، تمام؟ هذا الفلتر مالتي متورث من ماستر فلتر. الماستر فلتر هو كلاس مال فلتر رئيسي، تمام؟ اخلي بي الاشياء الثابته بكل الفلاتر. يعني شلون؟ مثلا انا بداخل هذا السيستم انا عندي كوما صفحات، كل صفحه بيها فلتر، اكو اعمده متكرره بكل الفلاتر، فبدل ما اقعد اضيفها انا بكل فلتر على شكل اعمده، انا ايش سويتها؟ خليتها بداخل كلاس اسمه ماستر فلتر، والكلاس الماستر فلتر اورثه لكل الفلاتر مالاتي. فهسه تلقون السيستم مثلا ب 10 فلاتر، كلهن من متورثات من الماستر فلتر. وضحت الفكره؟ كلهن متورثات من الماستر فلتر. الماستر فلتر شنو اللي يحتوي؟ يحتوي على تاريخ الاضافه من والى، تاريخ التحديث من والى، تاريخ الحذف من والى، واني اريد ارجع الريكوردات المحذوفه لو ما اريد ارجع. ليش؟ لان اني بالسيستم ما احذف الديتا بشكل حقيقي، وانما اسجل انه هي انحذفت، تمام؟ فاني اقدر بعدين بالبحث ادور على الاشياء المحذوفه وادور على الاشياء غير المحذوفه. فهاي هي الاشياء اللي تنحط بالماستر فلتر. النوب الماستر فلتر متورث من فد شيء اسمه بيجينج فلتر. البيجينج فلتر شنو يحتوي؟ البيجينج الفلتر يحتوي على الاوردر باي والبيج نمبر والبيج سايز والتسلسل، تمام؟ اني مثلا من اريد ارجع مجموعه هاي البيانات، هسه افتهمنا الفلتر بالاشياء اللي افلتر عليها، الماستر فلتر بالاشياء المشتركه بكل الفلاتر، البيجينج فلتر بالاشياء اللي تخص الصفحات. احنا مو قبل شويه بدايه المقطع شرحت لكم انه اني ارجع الديتا على شكل بيجات، زين؟ اني هاي البيجات حتى ارجعها لبول فرونت اند يحتاج هو شيدزلي اذا اكو سورت على عمود معين. فالسورت او الاوردر يعني الفرز، الفرز تصاعدي تنازلي، الفرز حسب يا عمود، اسم العمود اللي اريد اسوي فرز اعتمادا عليه او اريد اسوي التسلسل اعتمادا عليه ادزه وين؟ ادزه بالاوردر باي. اني الفرز الديفولت اذا ما دز لي شيء فالديفولت اعتمد عليه من؟ على الكرييت ديت. وضحت الفكره؟ يعني اني باي ديفولت اذا ما عندي ابو الفرونت اند ما داز لي انه سوي لي تسلسل اعتمادا على فد عمود معين، اني تلقائيا اخذ العمود اسمه كرييت ديت. بعدين ابو الفرونت اند المفروض بكل ريكوست يدز لي رقم الصفحه اللي يريدها، تمام؟ اذا ما دز لي رقم الصفحه باي ديفولت اني ايش ارجع له؟ الصفحه الاولى، مثبت ديفولت فاليو بيج نمبر واحد. وراها الصفحه، ورا ما دز لي رقم الصفحه المفروض يدز لي كم عنصر يريد بداخل هاي الصفحه. يعني شلون؟ اني خلينا نقول اقدر ارجع بيجات كل بيج تحتوي 100 ريكورد او 50 ريكورد او 10 ريكوردات او 20 ريكورد. فهو اذا دز لي بيج سايز راح يجي البيج سايز هنا، اذا ما دز فاني الديفولت بيج سايز مالتي شنو؟ 20. يعني باي ديفولت انا رجع لي 20 ريكورد. وضحت الفكره؟ بعدين التسلسل، هسه هو مو دز لي قال لي سوي لي اوردر اعتمادا على هذا العمود، واذا ما دز عمود اني حاخذ الكرييت ديت. النوب ورا ما اخذت الكرييت ديت اسوي فرز تصاعدي لو تنازلي، فاني باي ديفولت شو مسوي الفرز؟ تنازلي. ليش؟ على مود احدث شيء اجيبه، يعني على كرييت ديت وتنازلي هو الديفولت. فاذا هو ما يدز شيء باي ديفولت راح تجي الريكوردات اللي اخر شيء هي متكريته، تمام؟ ويقدر هو يغير التنازلي ويسوي فولس، وانا ايش راح اعتبره؟ راح اعتبره تصاعدي. وضحت الفكره لحد هنا؟ فاحنا شنو عندنا؟ عندنا الفلتر هو الدي تي او اللي احنا ندزه من الفرونت اند على مود نرجع الديتا اعتمادا عليه. نرجع بسرعه، الفلتر متكون من مجموعه الاعمده اللي نريد نبحث عليها، متورث من الماستر فلتر، الماستر فلتر يحتوي على مجموعة الأعمدة المشتركة بين كل الفلاتر، بعدين الماستر فلتر متورث من البيجينج فلتر اللي هو يحتوي على مجموعة الأعمدة اللي تخص البحث حسب الصف، حسب الصفحات. لهنا تمام؟
هذا المفروض كلش واضح. طبعا المقطع ما راح يكون 10 دقائق لان احتاج اشرح به باقي الاجزاء، فحيصير المقطع تقريبا 20 أو 30 دقيقة، تحملوني. زين، هذا الجزء الاول احفظه، الجزء الاول انه احنا نسوي فلتر خاص بينا، هسه شرحته بسرعة، بعدين حاجي هناك اطبقه قدامكم. سوينا فلتر خاص بينا، هسه الجزء الثاني شنو؟ الجزء الثاني انه احنا نجي نكتب الكويري مالتنا. تمام، شلون راح اكتب الكويري؟ على سبيل المثال انا هنا شريد اسوي، انا هنا اريد ارجع الموظفين، فرجعت الموظفين وياها رجعت الاقسام اللي تابع لها الموظف، ممكن الموظف يكون تابع لاكثر من قسم، وراها سويت جوين ويا الاتاتشمنت. الاتاتشمنت تيبل اني خال بيه معلومات الملفات والصور والبي دي افات والاشياء اللي مرفوعه. ليش دا اسوي جوين ويا الاتاتشمنت؟ حتى ارجع صوره الموظف. تفهمون الفكره؟ هنا دا اكتب الكويري مالتي اللي هي حترجع لي البيانات. بعدين مثلا الموظف مرتبط ويا اليوزريه، فسويت جوين ويا اليوزر. بعدين بالوير اجيت خليت الفلاتر مالتي كلها، فلترت على البيرث داي، فلترت على الـ 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 الاقسام، فلترت على الاسم، على اليوزر نيم، على الجندر، على الفون نمبر، على الامرجنسي فون نمبر، على الاوفيشال ايميل، على الجوفرنريت، على الزون. بعدين سويت فلتر على الاشياء الاساسيه مال شنو؟ مال الماستر فلتر، هاي الاشياء اللي تخص الماستر فلتر حطيتها بالوير. وراها ورا ما كتبت الكويري الخاصه بي، طبعا كل كويري حنكتبها هي تخص تيبل معين، واضح الفكره؟ هاي بعدين قلت لكم اجي اطب عليها بالتفصيل، هسه دا اعطيكم المبدا العام. ورا ما كتبنا الكويري هسه راح نجي شو نسلك؟ نسلك مجموعه الداتا اللي نريدها ترجع، يعني انا شريد ارجع بالتيبل مال الموظفين. تمام، مثل ما بلقيت، شلون ما بلقيت سويت على سبيل المثال امبلوي اوت، راح ايضا اجي شو اسوي بالديتا؟ بالجيت ديتا ايش راح اسوي؟ راح اسوي امبلوي ديتا اوت. واضحه الفكره؟ او تقدرون تسموها مثلا امبلوي تيبل اوت، او تقدرون تسموها امبلوي ليست اوت، ما يهم الاسم، انا مسميها اوت وديتا اوت. الاوت هو ريكورد واحد، الديتا اوت هو مالتي ريكورد، فانتم من يمكم سموها بالشكل اللي يعجبكم. بس هنا مثل ما قلنا انه احنا عندنا دي تي او نوع فلتر، هنا عندنا دي تي او نوع اوت. انا ليش دا اسميهن فلتر واوت، ما اسميهن كلهن دي تي او على مود بعدين ما يخبط عندي مخي، لان انا عندي اكثر من امبلوي دي تي او، عندي امبلوي دي تي او من ادز بيانات، من اكريت، من اسوي ابديت، من استدعي، من ارجع الجيت، من ارجع الجيت ديتا، من ادز فلاتر، فلازم احاول افصلهن واحد عن الثاني بالاسماء. هن كلهن دي تي او وكل واحد يسوي شكل معين، اكو دي تي او مال انبوت واكو دي تي او مال اوتبوت، فحتى افصل بيناتهن مسميهن حسب المكان اللي انا دستعملهن بيه. مثلا هذا دستعمله للفلتر سميته فلتر، هذا دستعمله حتى ارجع منه بيانات سميته اوت، معناها اوتبوت. وضحت الفكره؟ فهذا الامبلوي داتا اوت ايش بيه؟ بمجموعه الاعمده اللي انا اريد ارجعها للتيبل. بنفس الوقت هو متورث من من؟ متورث من الديتا اوت. الديتا اوت شنو يحمل؟ يحمل مجموعه الاعمده المشتركه، يعني اني خلينا نقول عندي 20 صفحه، بكل صفحه اني عندي تيبل، يعني معناها بكل صفحه اني عندي ديتا اوت. هاي الديتا اوت اكو اشياء مشتركه بيها، وضحت الفكره؟ مثل ما بالفلتر اكو اشياء مشتركه اللي هي البيجنج والماستر فلتر، فايضا بالديتا اوت اكو اشياء مشتركه اللي هي شنو؟ الاي دي، الكرييشن ديت، الابديت ديت، والريموف ديت، والاز ريموفد. هذني مشتركه عندي بكل الديتا اوت. تمام، فبالتالي بدل ما اعيدهن اني كل مره بكل ديتا اوت، وين خالهن؟ خالهن بديتا اوت رئيسي. وشكو ديتا اوت عندي مثلا هذا الامبلوي اوت مورثه منين؟ مورثه من الديتا اوت الرئيسي. فالاشياء اللي موجوده بالديتا اوت الرئيسي وين صارت؟ بالامبلوي ديتا اوت. فبالتالي اجي هنا ايش اقدر اسوي؟ احط الاشياء بالبدايه اللي تخص الامبلوي داتا اوت، بعدين اخلي الاشياء اللي تخص الداتا اوت المتورث من عنده. وضحت الفكره؟ هسه لهنا افتهمنا انه احنا عندنا فلتر، بعدين عندنا كويري بدنا نسوي على اساسها الشروط اللي احنا دازين الفلتر عليها،
بعدين سلكنا الديتا اعتمادا على الديتا اوت اللي نريد نرجعها. ورا ما خلصنا منه احنا هنا ايش سوينا حاليا؟ كريتنا كويريبل. هاي الكويريبل هاي بعدها ما متنفذه بالديتابيس فعليا، هي ما متنفذه بالديتابيس، هي مجرد كويري مكتوبه بلغه السي شارب. ايش وقت تتنفذ بالديتابيس؟ تتنفذ بالديتابيس من استدعي شغله مالت الانتيتي فريم ورك، يعني من اقول له تو ليست، من اقول له كاونت، من اقول له سام، من اقول له مثلا ديستينكت، من اقول له فيرست اور ديفولت، من اقول له فيرست. وضحت الفكره؟ تتنفذ من انفذ اعاز يسوي هيت على الداتابيس. فالحد الان هاي الكويري الحد هنا هي مجرد كويري مكتوبه بلغه السي شارب، بعدها ما رايحه متنفذه بالداتابيس. لهنا واضح مفهوم الفكره؟ زين، هسه وراها هاي الديتا الكويري الحد الان ما بيها اي شيء يخص البيجينج. اوكي زين، البيجينج وين بهاي الهوسه مال الديتا اوت اللي احنا دا نرجعها؟ مكان البيجينج وين صاير؟ اوكي، البيجينج وين محطوط؟ البيجينج محطوط باكستنشن على هاي الكويريبل. هاي الكويريبل اني باني اكستنشن عليها ينفذ البيجينج. وين راح استدعي؟ راح استدعيه هنا. بس انتبهوا لي، عوفوا هذا الفلتر ريزولت اوت بعدين نرجع عليه. تمام، خلينا نروح على الجيت بيج. هاي الكويري، هاي الكويري اني باني عليها اكستنشن. الاكستنشن طبعا انا شارحه قبل لكم. الاكستنشن شنو فكرته؟ الاكستنشن انه اني عندي فانكشن تستخدم الذس، اللي هي تستخدم الذس هذا. اوكي، اقدر استدعيها على اوبجكت معين. يعني مثلا انا هنا الاكستنشن بانيها على شنو؟ بانيها على اي كويريبل، اي كويريبل اوف تي، يعني هي اكستنشن وهي جينيريك، اكستنشن على حاجه جينيريك. تمام، فهاي بما انه انا الاكستنشن بانيها على اي كويريبل مجهول، تمام، فشكو اي كويريبل، شكو اي كويريبل اوف سمثينج مجهول، اقدر استدعي هاي الاكستنشن اليه. ليش؟ لان هي مبنيه تشتغل على اي كويريبل اوف تي، التي معناها اي اوبجكت معين. فهاي حاليا اي كويريبل على اوبجكت على امبلوي داتا اوت، فبالتالي الاكستنشن تشتغل عليها. اكستنشن الجيت بيج شنو بيها الفكره مالتها؟ اكستنشن الجيت بيج تاخذ الكويري اللي احنا كتبناها الفوق اللي كتبناها ام الفلتر، وراها ايش تاخذ؟ تاخذ الاشياء اللي تخص البيجينج، تاخذ الاشياء اللي تخص البيجينج اللي هي شنو؟ البيج نمبر والبيج سايز والاوردر باي والاس ديسندنج. طبعا هنا أنا ايضا حاط اشياء ديفولت، انا صح بالماستر فلتر او العفو بالبيجينج مثبت فاليو ديفولت، بس همات بالاكستنشن راجع هم مثبت فاليو ديفولت، ما ياثر، بس هو يعني انه نثبتها بمكان واحد كلش كافي، بس انا للاحتياط مثبتها بالمكانين، ما اعرف ليش، على مود من اجي هنا واقرا اعرف الديفولت مالتي شنو، ومن اروح هناك واقرا اعرف الديفولت مالتي شنو، لهالسبب يعني لا اكثر، بس هو اذا حطيناها بمكان واحد كلش كافي. زين، هسه هنا نجي هاي الاكستنشن ورا ما استلمت الكويري واستلمت المعلومات البارامترات مال البيجينج شنو حسوي؟ راح نجي نشوف شنو تسوي. راح تسوي التالي، راح تقول اول شيء هذا الاوردر باي، هذا الاوردر باي تمام، اذا الزيرو مالته، اذا الزيرو مالته لور كيس، فاني لازم ايش احوله؟ لازم احوله ابر كيس. ليش؟ مرات شنو اللي صار عندي اثناء الشغل؟ ابو الفرونت اند دي دزلي العمود مال الاوردر باي يبدي بحرف سمول. ليش دي دزيالي يبدي بحرف سمول؟ لان هو الديتا من دا ترجع له دا تتحول جيسون. الجيسون شي يسوي؟ يحول الحرف الاول من كل عمود او من كل بروبرتي الى سمول. وضحت الفكرة؟ الجيسون من ترجع الديتا بي الجافا سكريبت بالجيسون تلقائيا يحول الحرف الاول سمول، فهو من دا ترجع للديتا الحرف الاول دا يتحول سمول مال الاعمده، فبالتالي هو ايش دا ياخذ؟ دا ياخذ اسم العمود ويرجع يدز لي اياه بالاوردر باي، فمن دا يدز لي اياه الحرف الاول ايش بيه؟ دا يدز سمول. وضحت الفكره؟ بينما سي شارب كيس سنسيتيف يفرق بين الكابيتال والسمول، فمن كان يدز لي اياه سمول
والسي شارب كيس سنسيتيف، والاحرف بي الـ 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 يعني الاعمده او البروبرتي بي تبدي بحرف كابيتال ما تبدي بسمول، ما كان الاوردر باي يشتغل صحيح، يطلع خطا معين. فبالتالي انا ايش سويت؟ قلت حتى اضمن انه خاف يندز لي سمول من الفرونت اند اول حرف، تمام؟ ايش سويت؟ قلت له يابا اذا هذا الاوردر باي الكاركتر الاول مالته، الكاركتر الاول اللي موجود بالاندكس 0 اذا هو لور، تمام، فش تسوي لي؟ اخذ لي الكاركتر الاول حوله الى سترينج، لان هذا تشار، من اخذ الكاركتر الاول راح يجي تشار، فاحوله سترينج، بعدين احوله تو ابر، بعدين ادمجه ويا الكاركترات من واحد الى الاخير، اسوي له كونكات. فكانما هنا ايش اسوي؟ دا اخذ الكاركتر الاول احوله كابيتال وارجع ادمجه ويا الكاركترات من واحد الى الاخير حتى تنحل عندي المشكله اذا دز لي اول حرف سمول. ورا ما ضبطت الاوردر باي، هو مضبوط نفس السي شارب، الحرف الاول مو سمول، تمام؟ اجيت ايش سويت؟ اجيت سويت اوردر باي descending او ascending، order by descending اذا كان ال is descending true، و order by ascending اذا كان ال is descending false. وضحت الفكرة؟ اجيت سويت order by بهالطريقة، وسويت انه اجيب الداتا حسب البيجنج. هذا شنو؟ هنا اش عبرت؟ هنا عبرت generic property. الاوردر باي راجع لي على شكل سترينج، هنا هذا الكويري راجع لي على شكل جينيريك. هذا الجينيريك ما اقدر اقول له اكس دوت الكرييشن ديت، ما يعرف هو منو الكرييت ديت، ولا اقدر اقول له اكس دوت الفول نيم، ولا اقدر اقول له اكس دوت الجندر. ليش؟ لان هذا الاكس مال فد شي جينيريك، وهذا الجينيريك ما معروف شنو الاعمده البي، هذا راح يتولد اثناء الران تايم. فبالتالي من اجي اكتب الكود ما اقدر اقول له اكس دوت الفول نيم، واصلا ما يصير اقول له اكس دوت الفول نيم، لان احتمال انا ادز غير عمود. فبالتالي حتى اخذ العمود بالران تايم ويشتغل ويا الجينيريك، اوكي، اكو شيء شنو اسمه؟ اسمه بروبرتي، اي اف دوت بروبرتي اوف اوبجكت. اني انطي الاوبجكت هنا واقول له يابا هذا الاوبجكت هو الاكس، فهذا الاكس هو جينيريك، هذا الاكس راح يتحول الى فد شيء مشابه للاسم اللي موجود بالاوردر باي اثناء الران تايم. وضحت الفكره؟ اوكي، قطعت الفيديو هسه حكمل، فحد تشوفون اكو فرق بالصوت. اوكي، فكنت مندمج بالشرح، فهسه حتى نكمل بسرعه لانه ما اريد اعبر ال 30 دقيقه. الفكره من هنا انه انا ايش دا اسوي؟ دا اسوي اوردر باي حسب البراميترات، ورا ما اختاريت العمود اللي دا اسوي عليه اوردر باي دا اسوي سكيب للبيجات اللي انا عابرها. مثلا هنا انا ايش عندي؟ عندي مثلا رقم البيج 10، فالمفروض اني اسوي سكيب لكل البيجات التسعه، تمام؟ فش راح اقول له؟ راح اقول له سوي لي سكيب للعشرة ناقص واحد مضروب بالبيج سايز. فهنا ايش صار؟ صار عندي سكيب لكل الريكوردات مال من؟ صار عندي سكيب لكل الريكوردات مال التسع بيجات الراحت. ورا ما سويت سكيب للبيجات الراحت التسعة مثلا اذا انا داز عشرة، فش راح اجي اسوي؟ راح اقول له تيك البيج سايز، يعني معناها شنو؟ جيب لي ريكوردات مال البيج الجاي هسه اللي هو حسب البيج سايز مالتي. وضحت الفكره؟ فهذا الاكستنشن مال الجيت بيج. هذا الاكستنشن مال الجيت بيج وين دا استدعيه؟ دا استدعيه هنا ورا ما كتبت الكويري وكملت، اوكي، اقول لك كويري دوت جيت بيج، لان انا مو منطقي انه اني هاي الاشياء اللي مسويها بالجيت بيج اقعد اعيدها بكل كويري مال كل جيت ديتا. فبالتالي مسويها باكستنشن، تمام؟ فايش دا اسوي؟ دا دز الكويري للجيت بيج. الجيت بيج لحد هنا ايش سوت؟ ضافت كويري فوق الكويري اللي انا كاتبها، يعني احنا فوق مو كنا كاتبين كويري، من استدعينا الجيت بيج ايش صار بالجيت بيج؟ انضافت كويري بعد على الكويري مالتنا ورجعت لنا الكويري الكامله، يعني انا كاتب كويري هناك مال فلتر ومال سيلكت، رجعت دزيتها للجيت بيج، الجيت بيج ضافت فوق الكويري مالتي كويري اضافيه او معلومات ساينتكس اضافيه تخص البيجنج. ورا ما كمل هذا كله رجعت لي هسه كويري كامله. هاي الكويري الكامله هي ناتج هذا الجيت بيج. ورا ما رجعت الجيت بيج ايش قلت له؟ قلت له دوت تو ليست اسينكرونس. من قلت له دوت تو ليست
هذا الدوت تو ليست هو اللي حيروح ياخذ هاي الكويري كلها وينفذها بالداتابيس ويرجع لي ليست اوف داتا. هسه هنا بهذا السطر رجعت الليست اوف داتا، وانا هنا ايش داز؟ داز البيج سايز، وهنا ايش دادز؟ دا اقول له جيب لي الكاونت بدون البيجنج. انتبهوا، الكويري بدون البيجنج دا اجيب الكاونت مالته. ليش؟ لان انا المفروض يكون عندي الكاونت الكلي بدون البيجنج، بعدين يكون عندي البيجنج، بعدين يكون عندي البيج سايز. هذني احتاجهن. وين احتاجهن؟ احتاجهن بالفلتر ريزولت اوت. فكره الفلتر ريزولت اوت شنو؟ انه اني من خلالها موحد طريقه رجوع البيانات للفرونت اند من يسلكون الجيت داتا. الجيت داتا كلها ترجع على طريقه الفلتر ريزولت اوت، فقط الجيت داتا. الفلتر ريزولت اوت شنو الفكره مالته اصلا؟ يعني هو شنو يحتوي؟ ليش ده اني ارجع فلتر ريزولت اوت؟ نجي عليه. اول شيء الفلتر ريزولت اوت هو كلاس جينيريك، واضحه الفكره؟ الفلتر ريزولت اوت هو كلاس جينيريك. هذا الفلتر ريزولت اوت مثلا باعه، مثلا انا هنا ايش دار ارجع امبلوي داتا اوت، فاقول له فلتر ريزولت اوت اوف امبلوي داتا اوت، على مود الجينيريك يعرف انه تي هو راح يكون بهاللحظه هو امبلوي داتا اوت، هاي بالران تايم. وراها ايش داز لاني؟ داز للبيج سايز، وداز للتوتال كاونت. التوتال كاونت مين جبته؟ من الكويري دوت كاونت اسنكرونانس. وراها ايش داز له؟ داز له الفلتر ريزولت، نتيجة الفلتر مالتي. نتيجة الفلتر مالتي مين جتي؟ من الكويري ورا ما سويت لها بيجينج وقلت لها دوت تو ليست اسنكرونانس. هذا هو الريزولت مال الفلتر مالتي، تمام؟ فهنا ايش دزيت اني؟ دزيت البيج سايز، ودزيت التوتال كاونت، ودزيت الفلتر ريزولت. وين دزيتهن؟ بالكونستراكتر مال الفلتر ريزولت اوت. الفلتر ريزولت اوت شنو حيرجع؟ هو اللي حيرجع للفرونت اند. يعني ابو الفرونت اند حيشوف الداتا الراجعه من الفلتر ريزولت اوت. الفلتر ريزولت اوت شنو يحتوي؟ يحتوي ليست اوف الجينريك اللي هي الداتا. الداتا هي اللي راح تمثل الريكوردات مالتنا اللي راح ترجع، وياها ايش يرجع؟ يرجع التوتال كاونت والبيجز كاونت. التوتال كاونت شي مثل التوتال كاونت يمثل مجموع الريكوردات كلها، تمام، اللي انا سويت عليها فلتر، اوكي، مو بس اللي راجعت لي بالبيجنج. يعني مثلا انا عندي بالديتابيس مليون ريكورد، فرضا انا عندي بالديتابيس مليون ريكورد، سويت فلتر، نتيجة الفلتر مالتي رجعت لي 100,000، اوكي، نتيجة الفلتر مالتي رجعت لي 100,000، بس اني هاي ال 100,000 ما دا ارجعها كلها، اني دا ارجع بيج من عندها. فمثلا خلينا نقول البيج هي 100، تمام، فالمفروض شو يرجع؟ راح يرجع بالديتا ترجع 100 ريكورد حسب البيج. بس اني ابو الفرونت اند يحتاج يعرض العدد الكلي مال الفلتر، ويحتاج يعرف هو كم بيج عده من هذا العدد الكلي. فبالتالي احنا مو عندنا مليون، نتيجة البحث هي 100,000، البيج اللي رجعت تحتوي 100، وعدد البيجات هي 100,000 تقسيم 100. وضحت الفكرة؟ فبالتالي التوتال كاونت انا اخذتها من التوتال كاونت مباشرة، الديتا اخذتها من الفلتر ريزولت، واذا كان الفلتر ريزولت نل عوضت بمكان نيو ليست فارغة، تمام. بعدين عدد البيجات منين حسبتها؟ حسبتها من التوتال كاونت مقسوم على البيج سايز، ومسوي لها سيلنج. وضحت الفكره؟ فالفلتر ريزولت اوت هو عباره عن كلاس دا ارجع بيه الاشياء الستاندر الثابته اللي اريدها ترجع بكل الديتات، بكل الجيت داتا مال كل السيستم. فبالتالي انا ايش ارجع بالجيت داتا؟ ورا ما اسوي الكويري ارجع فلتر ريزولت اوت، ايش ادز له؟ البيج سايز والتوتال كاونت، وادز له الليست اوف الداتا. وضحت الفكره؟ هذا بشكل عام هو الجيت داتا مالتنا. هسه المفروض شو نسوي بالمقاطع الجايه؟ نشرح الفلتر، ولو هسه انتم شرح لكم، بس راح اروح اطبقه قدامكم مقطع مقطع، اطبق الفلتر، بعدين اطبق لكم الكويري، بعدين اطبق لكم الفلتر ريزولت اوت، واطبق لكم هذا كله، واسوي لكم الاكستنشن، وبعدين نجي هذا عود بعدين اشرح لكم من هناك نطبقه، لان هذا مو كلش فشي ضروري، ويعني فشي مو كلش ضروري، شويه ضروري. فلحد هنا هذا هي التفاصيل اللي داخله بالجيت داتا.
تمام؟ إن شاء الله بالمقاطع الجاية نفصلها واحدة واحدة. لحد الآن صارت 30 دقيقة، دا أحاول إنه أختصر الوقت كلش وما أتجاوز على هذا الوقت 30 دقيقة طبعاً. فسي يو، باي باي.